اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اعلام جديد، حيث نرسل فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه، ونبدا مع ابرز العناوين. نشر في موقع الهيانات مقتل واصابه 5 من عناصر الشرطه الحكوميه اثر انفجار عبوه ناسفه غرب الرمادي. وانتصفح في المدى مقترح برلماني لإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في كانون الأول المقبل بإشراف قضائي. نشر في موقع كتابات مبعوث ترامب على خط مباحثة التشكيلة الوزارية الجديدة. ونقرأ في الجزيرة نت واشنطن تكشف اليوم خريطة طريق جديدة ضد إيران. نشر في العرب الجديد معركة الكتلة الأكبر تدخلات إيرانية لمنع تحالف الصدر العبادي. ونقرأ في القدس العربية دفاعات جوية السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة تقرير دولي لإنقاذ غزة ورفع الحصار فورا. أهلا بكم. ما تزال الأحداث المتعاقبة التي يشهدها العراق تتصدر المشهد بشكل لافت، لا سيما مع الضغوط غير المعقولة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على اختلاف مستوياتهم وتباين حجم نفوذهم من أجل فرض واقع لا ينسجم مع المنطق ولا يؤول إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. وتشير تقارير صحفية إلى أن معدل انخفاض نسبة المشاركات في الانتخابات هو الأعلى منذ تأسيس العملية السياسية، وأن شريحة الشباب هي الأوسع من بين المقاطعين الذين لا يؤمنون أصلا بأن هذه العملية قادرة على تحسين الأوضاع أو تغييرها طالما بقي النظام السياسي الذي تهيمن عليه نخبة غارقة في الفساد والطائفية، بحسب تقرير نشره موقع الهيئات. وشخصت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت جوانب من الواقع العراقي ولا سيما في شأنه السياسي، مبينة أن النخبة التي قللتها الولايات المتحدة الحكم في العراق سرقت مئات المليارات من الدولارات من عائلات النفط التي كان ينبغي استخدامها لتحسين إمدادات المياه والكهرباء والتخلص من النفايات وتحقيق الرعاية الطبية وتطوير التعليم، مبينة أن العملية السياسية ما تزال تعتمد بشكل كبير على الهوية الطائفية أو العرقية، وأن أحزابها التي برزت في الساحة بعد الاحتلال فقدت مصداقيتها. من جهتها رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن امتناع أغلبية الناخبين العراقيين عن التصويت أو التوجه نحو مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت مؤخراً يعد رفضاً واضحاً لمنظومة الحكم، أي العملية السياسية التي فشلت في تحقيق السلام والأمن، علاوة على ما تضمنته تحليلات باحثين ومختصين من معلومات تشير إلى ظواهر غير مألوفة على الساحة السياسية، ومنها أن العراق تحول إلى منطقة يصبح فيها زعماء الحرب وزعماء الميليشيات سياسيين، مما يزيد من أطوار الإخفاقات وضياع البلاد بين دوامات الفشل والتخبط. ويرى باحثون في الشأن العراقي العام أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء العملية السياسية حية بالتخادم طبعا مع إيران عن طريق فرض واقع غير صحيح وبإجراء انتخابات شابها فساد وتزوير وصراع تفاقم إلى حد الاشتباك، يهدف إلى استمرار مشروعها الذي غزت العراق من أجله، وهو السيطرة على موارد المنطقة عن طريق إغراقها في الفوضى والتأثير على السياسة الداخلية في البلدان المجاورة للعراق لسنوات قادمة.
لا تبدو المرحلة المقبلة لماراثون تشكيل حكومة الفائزين في سجال الانتخابات البرلمانية أكثر جدلا من الإعلان عن نتائجها، فالكثير من التحالفات قد ركبت سفينة القوائم الانتخابية لكنها ربما لن تصل إلى شواطئ الكتلة البرلمانية الكبرى بذات صيغة التحالفات على ظهر تلك السفينة، بحسب الكاتب مازن صاحب في مقال بصحيفة الزمان العراقية. مشكلة المشاركين في ماراثون التسابق نحو مقعد رئاسة الوزراء: أولاً تنوع التسميات، وثانياً تعدد الولاءات، وثالثاً فهم مشكلة العراق خلال المرحلة المقبلة في مواجهة تحديات اقتصادية كبرى تتطلب استحقاقات تثير الشارع العراقي الرافضة لمفاسد المحاصصة في معادلة بسيطة ما بين رواتب الرئاسات الثلاث وبين رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما يتطلب إجراءات الصدمة الاقتصادية لتقليص موظفي الدولة بنحو 1 مليون درجة وظيفية وتقليل أعداد الفضائيين المسجلين في قواعد الأجهزة الأمنية ومتفرغين للعمل في مقرات الأحزاب، الأمر الذي يمكن أن ينعكس في ثورة شعبية لن يتمكن التيار الصدري أو تيار الحشد الشعبي من مناصرتها، فكيف سيكونون هم من يفرضونها بالقوة على ناخبيهم؟ الحقائق التي تجاهلها حكام العراق خلال عقد مضى أن ديونه وصلت إلى 138 مليار دولار مقابل انخفاض ودائعه النقدية إلى أقل من 40 مليار دولار، وأن العراق يمكن أن يواجه فرضيات عقوبات أمريكية على الجهات التي لا تنصاع للعقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران. لا أعتقد بإمكان أي نموذج كما يقول الكاتب، سواء كانت كتلة معارضة وأغلبية سياسية أم حكومة محاصصة كما هو الواقع، تجاوز الواقع حيث يقول الكاتب كما يصف تجاوز دفع كرة الثلج العراقية نحو المجهول بانتظار حلول ربما تنتهي إلى ثورة شعبية كبرى. وتؤكد وقائع النتائج النهائية للانتخابات عدم ظهور قوة سياسية جديدة قادرة على الإمساك بزمام الأمور، فإن كرة الثلج العراقية يمكن أن تواصل الدحرجة خلال السنوات الأربع المقبلة بذات الاتجاه وتصاعد الدين العراقي مقابل إصلاحات طفيفة لا تمس أساس الدولة العميقة. مهد لقاء حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فازت قائمته سائر بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية للقاء قريب يجمعهما برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وزعيم القائمة الوطنية إياد علاوي. وكشفت مصادر مطلعة في بغداد للعرب أن لقاء الصدر بالعبادي أوضح جزءا واسعا من ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر بغض النظر عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة. وتقول مصادر العرب إن وسطاء تدخلوا لترتيب هذا اللقاء المرتقب، ووفقا لهذه المصادر فقد اختار الوسطاء منزلا لأحد أتباع الصدر في بغداد ليحتضن اللقاء، وهذا ما حدث فعلا. وكسر هذا اللقاء موجة من التوقعات تتحدث عن تراجع حضور العبادي في ولاية ثانية بعد إعلان نتائج الانتخابات وحلوله ثالثا بعد الصدر وهادي العامري المدعوم من إيران، ولكن تفاؤل أنصار العبادي والصدر ما زال حذرا في ظل تمسك رئيس الوزراء بعضويته في حزب الدعوة، وهو موضع اعتراض شديد من زعيم التيار الصدري. وواصل العبادي إرسال الرسائل تتعلق بإيضاح دواعيه لطلب الولاية الثانية، ونقلت عنه وسائل إعلام قوله إنه لن يعمل مع من تلطخت أيديهم بالفساد أو الذين عرفت عنهم ممارسة الطائفية، وهي إشارة قال مراقبون إنها موجهة للمالكي وقيادات في قائمة الفتح المنافسة المدعومة من إيران. وتقول الصحيفة أن بعض المراقبين يحذرون من الإفراط في التفاؤل فيما يتعلق بمسار تشكيل الكتلة الأكبر، لا سيما مع حصول قوائم قريبة من إيران على أرقام برلمانية وازنة كما يصف الكاتب، قد تمكنها من قلب الطاولة على خصومها في أي لحظة وأخرى. وتقول المصادر أن معظم القوائم لديها خطوط تفاهمات في اتجاهات متعارضة، ما يؤكد حالة اللا يقين التي تمر بها العملية السياسية العراقية بشأن مستقبل التحالفات.
تحاول إيران الالتفاف على النتائج التشريعية العراقية التي انتهت إلى واقع يخالف رغبتها، مع تصدر تحالف سائر الذي يجمع التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والشيوعيين وقوى مدنية أخرى، وتصب جهودها حاليا لإفشال المفاوضات التي يجريها الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وبالتالي تسمية رئيس الحكومة المقبل، مع رفضها قيام كتلة شيعية تهدد مصالحها بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. وعاد سليماني إلى طهران بعد زيارة للعراق استغرقت 5 أيام، التقى خلالها بعدد محدود من الزعماء والقيادات السياسية العراقية، ليس من بينهم مقتدى الصدر أو العبادي، من دون أن تبرز أي نتائج للقاءاته فيما يتعلق بتوحيد جناحي حزب الدعوة المتمثلين بالعبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وفقا لمصادر مقربة من التحالف الحاكم. وأكدت المصادر للعرب الجديد أن الجهود الإيرانية ما زالت مستمرة لتوحيد الكتل الشيعية مجددا ضمن كتلة واحدة على غرار السنوات السابقة التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق. على الرغم من صعوبة المهمة هذه المرة وإصرار المرجعية الدينية في النجف على عدم التدخل في عملية تشكيل الحكومة، على الرغم من مؤشرات مسبقة على رفض المرجع علي السيستاني إعادة الثقة لنور المالكي أو ترشح القيادي في الحج الشعبي هادي العامري لمنصب رئاسة الوزراء. المساعي الإيرانية طبعاً التي يقودها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي حط في بغداد قبيل الإعلان حتى عن النتائج الرسمية للانتخابات، تقوم على أكثر من اتجاه يصب أبرزها في منع التحالف بين الصدر ورئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي بأي طريقة أو بأخرى، وصولاً إلى محاولة تفكيك ائتلاف الثاني النصر في حال لم تنجح طهران بجمع رئيس الوزراء مع ميليشيات الحشد ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. لعله مما يبدو غريبا قيام سلطة ما تدعى مشروعية ووجودها باستباحة ممتلكات مواطنيها، والأغرب من ذلك قيام السلطة بشرعنة سلوكها في ارتكاب الجريمة والسكوت عن القائمين بها وسط سكوت عام عن تلك السياسة، بما يعني تكريسها سابقة ونهجا في السياسة والممارسة بدل اعتبارها واحدة من الجرائم التي ينبغي محاسبة مرتكبيها. فإن سياسة نظام الأسد كما يصف الكاتب في استباحة ممتلكات السوريين والمعروفة محليا بالتعفيش تكاد تكون متفردة، خصوصا إذا تم تمييزها عن عمليات المصادرة والاستيلاء التي يقوم بها بعض السلطات بما فيها نظام الأسد ضد أشخاص أو جماعات سياسية أو عصابات في إطار الحرب ضدهم، بحسب الكاتب فايز سارة في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. لقد صاغ الفاعلون الأساسيون في نظام الأسد مسارا عمليا لسياسة التعفيش، فبعد أن يتم طرد سكان المناطق المستولى عليها من جانب قوات الأسد وميليشياته وحلفائه، يتم إغلاق تلك المناطق ومنع عودة أي من السكان إليها بصورة نهائية. ثم يتخذ التعفيش واحدا من طريقين، أولهما أن يقوم المسؤول الأمني عن المنطقة بتأهيل تعفيشها إلى نافذين من الشبيحة مقابل عائد مادي يتسلمه سلفا، وبهذا يستأثر المسؤول الأمني الذي غالبا ما يكون من كبار ضباط الجيش أو الأمن بالعائد الرئيسي للتعفيش، أو أن يفلت ضباطه وجنوده لتعفيش المنطقة مقابل حصة يدفعونها له. وفي هذه الحالة تعود فوائد التعفيش على الجميع من الأعلى إلى الأسفل. لقد خلقت سياسة التعفيش بنية متكاملة، أحد أبرز وجوهها تشكيل نخبة من رجالات النظام الأمنيين والعسكريين تدير عمليات التعفيش، وفئة وسيطة من المتعهدين والوسطاء المرتبطين بالفئة الأولى، وفئة دنيا تقوم بعمليات التعفيش وترحيل منتجاتها وتصريفها في الأسواق، كما تتضمن البنية المتكاملة أسواقا منها أسواق علنية لعل الأولى فيها كانت سوق السنة في منطقة السومرية غرب دمشق. إن سياسة التعفيش
كما يرسمها نظام الأسد وتنفذها قواه الأمنية والعسكرية وميليشياته من الشبيحة، تشكل جزءاً أساسياً من نظام معاقبة السوريين وأخضاعهم، إضافة إلى أنها طريقة لسرقة ما لم تدمره حرب النظام وتحويله إلى مغانم. طبعاً ينتفع منها ضباط النظام وجنوده وشبيحته من أجل تعزيز ولائهم لنظام فقد كل القيم الإنسانية والوطنية والأخلاقية، وصار من اللازم أن يحاسب على جرائمه ويغادر بطريقة أو بأخرى. تصور الصحافة الدولية والخطاب الرسمي الإسرائيلي رفض إسرائيل المتواصل لتبديل طبيعتها اليهودية العرقية التفوقية أو لتبديل سياستها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني على أنه دفاع عن مبادئ إسرائيل الديمقراطية وعن شعب يهودي توقف اضطهاده التاريخي لمجرد الدخول الصهيوني على الخط. ولكن السبيل الوحيد لكي تكتسب هذه الأقوال أي قوة إنما هو في سياق الالتزام الدولي الغربي بالتفوقية اليهودية، حيث يعتبر اليهود كأوروبيين بيض يدافعون عن القيم والحضارة الأوروبية البيضاء ضد العرب البدائيين. هكذا كتب حسن أبو هنية عن الدولة اليهودية، وذلك في مقال بموقع عربي 21. إن الوضع الخطابي لليهود الأوروبيين هو الذي يحكم كيفية رؤيتهم في الغرب بالعلاقة مع فلسطين وكيفية رؤيتهم للعالم العربي من قبل الفلسطينيين على وجه الخصوص حسب إدوارد سعيد. فبينما يعتبر اليهود الأوروبيون في الغرب لاجئين فارين من النازية، فبالنسبة للفلسطينيين لم يصل اليهود الأوروبيون كلاجئين وإنما كغزاة. هدفهم الوحيد الاستيلاء على فلسطين بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق المطامح الصهيونية والتي تجلت قبل صعود هتلر إلى السلطة. تبعا لذلك لا ينظر الفلسطينيون إلى اليهود الأوروبيين كلاجئين لا حول لهم ولا قوة، بل كمستعمرين مسلحين يقترفون المذابح. ويضيف الكاتب إحدى غرائب خطاب وممارسة العالم العربي والإسلامي الخاصة بموضوعة الإرهاب المسارعة في تتبع التصنيفات الأمريكية والأوروبية دون مساءلة، وعدم وصم المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية بالإرهاب، ورغم انطواء الكيان الصهيوني تحت مسمى الإرهاب. بعيداً كل البعد عن السياسة، وصلت إلى شاطئ بيروت بعد ظهر الأحد سفينة مصنوعة من عبوات البلاستيك بعدما انطلقت من مدينة جبيل الساحلية قبل ساعات في رحلة هدفها التوعية حول أهمية تدوير البلاستيك للحفاظ على البيئة بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وهذه السفينة من صنع طلاب في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وقد استخدمت فيها 30,000 عبوة من البلاستيك، علماً أن الشعب اللبناني يلقي يومياً 500,000 عبوة بحسب ستيفاني أغا المشاركة في المشروع. وصنعت السفينة من هذه العبوات وهي تتسع لحوالي 10 أشخاص على ظهرها، وانطلقت من مدينة جبيل باتجاه بيروت فيما كان النشطاء ينظفون الشاطئ في موازاة رحلتها. وقالت ستيفاني أغا الهدف من المشروع لفت أنظار اللبنانيين إلى أهمية التدوير وإعادة استخدام البلاستيك بدلاً من إلقائه. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.